مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، نرحب بكم في هذا اليوم الحماسي الكبير، وهو يعني هذه المباراة التي تجمع ما بين ألمانيا واليابان. طبعا هذه المباراة الأولى للمنتخب الألماني، وهنالك جماهير كبيرة جدا كما بات معلوما للمنتخب الألماني وللمنتخب البرازيلي، وأيضا كما نرى للمنتخب الأرجنتيني. الأجواء متوترة جدا، خصوصا وأن الذي يشاهد المباراة في هذه الأثناء ليس فقط الجمهور الألماني، إنما أيضا الجمهور البرازيلي أيضا هو يشاهد هذه المباراة كي يترقب ربما أي هزيمة قد يتكبدها المنتخب الألماني. مع مين عم تشجعي هلا؟ ألمانيا؟ حابين للألمان؟ بدهم يربحوا هلا شيء؟ إذن مشاهدينا الكرام، يعني نكون معكم هذا النقل المباشر من هنا من طرابلس، يعني كما نشاهد وإياكم أجواء حماسية جدا في كل الشوارع، في كل المقاهي، مقاهي وحتى غير مقاهي أيضا هنالك أجواء حماسية جدا. سننتقل إلى مقهى آخر لننقل الأجواء، ولكن عموما يعني هذا من يشاهد ليس فقط الجمهور الألماني أو المشجعي المنتخب الألماني، إنما أيضا يعني المشجعي المنتخب البرازيلي بشكل أساسي أيضا يشاهدون هذه المباراة، يعني يتربصون ربما بأي خسارة قد يتكبدها المنتخب الألماني حتى يشمتوا. يعني هون كمان مثل ما شايفين كمان عم بيكون في تجمعات وأجواء كمان حماسية مثل كل الشوارع. يعني هيدا اليوم اللي احنا عم نشوفه هو عينة نحكي تصل ألمانيا بس هو تصل ألمانيا. مثل ما عم نشوف هلا مشاهدينا الكرام كمان، يعني العالم صارت على الطرقات، الطرقات عم تقعد انا برازيلي للدم. ليش هلا هي الماتش الالمان؟ ليه انت اول شيء عم تحتفل والالمان المرشح انه يربح؟ لا، ما الالمان بده يخسر، عندي يقين انه الالمان بده يخسر هيدا الماتش ولا عموما؟ لا بهذا الماتش. ليه؟ عندي امل، مثل ما امل ولا في هيك يعني مثل السعوديه ما ربحت على الارجنتين، خسروا بلاوي مصوري اللي كانوا مراهنين، وانا عندي امل يخسر الالمان. انت برازيلي، ما ممكن بالبرازيل كمان يخسروا قدام؟ لا، في فنون، في عندك نيمار لعيب، عندك بس توعولي بالبرازيل، بس الالمان ما عندهم شيء، مبين من اللعبه هيدي. بس من 20 سنه ما شفنا شيء من البرازيل. هلا رح تشوف، كل سنه في تطور جديد. قديش عم تسمع؟ ها.
قديش عم تسمع يوميا الموضوع 7-1 وهذه التسريكات؟ هلا هلا اللي فات مات. هلا احنا 2022 عم تحكيني هلا من 4 سنين لهلا حكيني هلا من السنين من السنين. تفضل يا ولدي تفضلوا على وصالح. يعني مشاهدينا الكرام كما شاهدنا واياكم الاجواء جدا حماسية هنا في طرابلس في الأحياء الشعبية خصوصا في طرابلس كما نشاهد يعني المشجعين مشجعي المنتخبات المشاركة في المونديال ليس فقط في المقاهي أيضا يفترشون الطرقات أيضا هذا مقهى إضافي آخر أيضا يشاهدون هذه المباريات خصوصا هذه المباراة يعني المهمة التي تجمع منتخب أساسي بالمونديال المنتخب الألماني. إذن مشاهدينا الكرام يعني هذه الأجواء من هنا من طرابلس طبعا تبقى العبرة بالخواتيم وسنرى كيف ستكون نهاية هذه المباراة. عموما سنكون معكم في حال تطور أي جديد أو تطورت أي أجواء. ابقوا دائما عبر صوت بيروت انترناشونال. كان معكم غسان فران إلى اللقاء.